الجدير في الفكر أن مشفى شام الجراحي يقدم أكثر من 300,000 نسمة، ويعتبر المشفى الوحيد الجدير في الفكر أن مشفى شام الجراحي يعتبر المشفى الوحيد في ريف الدش. الجدير بالذكر أن مشفى شام الجراحي يقدم أكثر من 300,000 نسمة، ويعتبر المشفى الوحيد في ريف الدب بعد خروج المدينة في جميع